أبنائي أسعد الله مساءكم أو صباحكم أينما كنتم، يعني أسعد بلقائكم اليوم، ونبتدئ مع بعض بإذن الله في بث المحاضرات المجانية للإندوكراين. فإحنا قبل ما نبتدي عاوز أقول لكم ثلاث حاجات من فضلكم. واحد، إنه كل واحد أنا هيقرأ من السورس اللي هو الكوريكولم بتاعه، يعني من يفضل من كتاب القسم بتاع الجامعة التي ينتمي إليه أو الكوريكولم بتاعه. طبعا هذا لا يمنع لو يقرأ أي زميل فاضل، ده لا تضرني في شيء، بس ده ضروري ترتبط بالكورس بتاع الجامعة اللي انت تنتمي إليها. ونمرة اثنين، يفضل بليز انك انت يبقى تحصل على الدياجرامز لحسن المتابعة، وان كنت هعرض الدياجرامز يعني اللازمة في أثناء الشرح. نمرة ثلاثة، إن عاوز أقول لكم إن قبل البث بفترة هبقى أنزل خمس أسئلة على المحاضرة السابقة، وده اللي بنعمله هنا في الجامعات الأمريكية، ودي بتضمن حسن المتابعة وتعرف مواضع الأسئلة. وفي نفس الوقت أنا بجيب لكم الأسئلة الأصعب اللي هي تحتاج إنك تاخد بالك منها، ما بجيبش الأسئلة اللي هي الأسهل. فبليز يعني الخمس دقايق بتوع الخمس أسئلة اللي هتحلهم دول يمكن أكثر أهمية من سماع الشرح. فبليز كل واحد بعد ما يقرأ المحاضرة من المصدر اللي هو مرتبط بيه يحاول يحل الأسئلة دي. طبعا هتتحط المحاضرات على اليوتيوب، أنا عارف في صعوبة شوية في البث المباشر في المتابعة، لأن الإنترنت في عندنا في كثير من البلدان في العالم بيبقى بطيء شوية، هنا يمكن سريع بيقدروا يتابعوا البث المباشر بسهولة. إنما لما بعد اليوتيوب وتقدر تلودد وتسمعها مرة واثنين وثلاثة وتعرفها، والصوت زي ما انت شايف مفروض يبقى كلير جدا. نمرة أربعة، إن زي ما قلت دائما أبدا الناس اللي بتسمعني أول مرة، إن أنا قاعد بشيء واحد، وهي إن تبقى المحاضرات ممتعة ومثمرة. فإحنا هنعتمد على التفكير، لأن إحنا ربنا حبانا بشيئين، إن إحنا we are thinker وعندنا مقدرة الإيماجينيشن، ودي بتفرقنا عن بقية الدواب. فإحنا هنعتمد على هاتين الخاصيتين، إن إحنا في مع بعض نفكر وفي نفس الوقت نحاول نتخيل. Otherwise يبقى الموضوع حفظ، مفيش حاجة في الدنيا في أي تعليم محترم في أي حتة في الدنيا قائم على الحفظ الحقيقة. فدي حاجة أنا يعني بمقطها وبحبكوش تعملوها في أي مادة، لأنه كل حاجة بتتفهم. وزي ما بقول إن الفهم كله مبعثه للعبد الله في كل نقطة فكرت فيها، يعني مبعثه حاجة واحدة، وإن وراء الخلق خالق في فكرة، حتى في إن لم نعلمها ففي فكرة نحاول وصول إليها، وده اللي هنحاوله مع بعضنا بإذن الله. ده شوية الحاجات اللي حبيت أنبه ليها، وأتمنى أن يبقى الموضوع يعني لطيف بالنسبة لكم، ويعني بإذن الله كده تحصلوا على أعلى الدرجات. وركزوا على المالتبل تشويس، أن في معظم بلدان العالم دلوقتي الامتحان أساسا مالتبل تشويس كويشنز، وده اللي هنركز عليه. أنا عايزك تكتب حاجتين وانت جنبي، تكتب معنى الكلمة اللي ما انتش عارفها، هقول الترمينولوجي كله، بحب أركز مع الترمينولوجي مع الطلبة، وتكتب إن ده سؤال multiple choice في الجامعات اللي فيها شفوي نظري، ده سؤال شفوي، ده سؤال نظري، and so on. مع الأخذ في الاعتبار إن الجامعات اللي فيها MSQ بس كل ما هو شفوي ونظري فهو في نفس الوقت multiple choice questions، وحتى في الجامعة اللي هتمتحن شفوي نظري المعلومات شفوي نظري تصلح أن تكون multiple choice questions، ولكن العكس غير صحيح. فهنبتدي الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل مع الأندوكراين. أول حاجة هناخدها اللي هي قصادك الرسمة اللي هي الانتر سيلولار كوميونيكيشن. معلش أنا طبعا بشتغل بإمكانيات بدائية شوية، فاستحملوني شوية من فضلكم. أول حاجة ناخدها اللي هو الانترسيلولار كوميونيكيشن أو الكوردينيشن أوف بادي فانكشنز، يعني ده عنوان يصلح بطريقتين.
intercellular communication التواصل بين الخلايا أو body function coordination اللي هو تنظيم وظائف الجسم. بتتصل الخلايا ببعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض بسبع طرق. That start with يصلح فقط في بعض الأسئلة في MSQ. وأنا حاولت أجمع لكم السبعة كطريقتي، فما عشقت مثل عشقي للنظام بسبع طرق. هناخد أول ثلاثة فيهم كلمة كراين. إندوكراين هو زي ما أنا مشاور لك هرمون بيطلق في الدم وعليها يأثر في كل خلايا الجسم فنسميه إندوكراين. أما عندما يطلق الهرمون نمرة 2 في التيشو فلويد فيؤثر فقط على التيشو اللي أطلق في هذا الهرمون فيبقى إندوكراينال. الفرق بينها وبين باراكراينال، الإندوكراينال هرمون بيطلق في الدم إنما الباراكراينال هرمون بيطلق في التيشو فلويد. اللي بيطلق في الدم هيأثر في كل الجسم، إنما اللي بيطلق في التيشو فلويد هيأثر فقط في التيشو اللي أطلق فيه هذا الهرمون. تالت حاجة في عندنا حاجة اسمها أوتوكراين نمرة 3 اللي هي مادة بتؤثر في الخلية اللي طلعتها فده نسميه أوتوكراين. يبقى عندنا تلات كلمات إندوكراين باراكراين and أوتوكراين. تقل للحاجة الرابعة، يتميز قبل ما ننتقل الهرمونات بأنها الأكشن بيبقى سلو، لأن احنا عارفين الهرمون ده بيمشي في الدم والدم في أسرع حتة في الجسم في شريان الأورطة بيبقى سرعته نص متر في الثانية، يعني نسبيا بطيء جدا. ننتقل لرابع حاجة اللي هي nervous regulation. هنا النيرف سيل بتطلق chemical transmitter، طبعا الإشارة العصبية بتمشي بسرعة جدا بتصل لسرعة 120 متر في الثانية في الـ A-alpha fibers. دي نمرة 4. طيب ناخد نمرة 5، لو نيرف إمبلس بيطلق مش chemical transmitter وهي نشوفها بيطلق هرمون، يبقى في هذه الحالة نسميها neurocrine. neurocrine لأنها combination من nervous وهرمون، يبقى حاجة لا هي سريعة أو زي النيرفس ولا هي بطيئة أو زي الهرمون، تبقى intermediate action. دي نمرة 5. في حاجتين على الجنب، السيتوكين والجاب جانكشن. السيتوكين دي مواد بتطلق من الوايت بلاد سيلز لما نعود، عبارة عن بيبتايدز لما نعرف تركيبها وظيفتها هنحول اسمها من سيتوكين إلى انترلوكين، يعني الانترنت بتاع الليوكوسايتس و I think بالكي هتبقى صح سيتوكين. طول ما احنا مش عارفين وظيفتها والستركشر بتاع المادة البيبتايد ده نسميها سيتوكين. لما نتحقق من الوظيفة ومن التركيب هيتحول الاسم من سيتوكين الى انترلوكين، وجاية الكلمة من ليوكوسايتس اكراد دم بيضة وانتر يعني الانترنت، احنا بنتواصل باشارات الكترونية، الوايت بلاد سيلز بتتواصل باشارات كيميائية فيسموها الانترلوكينز. اما لو الخليتين نمرة 7 متجاورتين تماما كده ففي هذه الحالة هنسميها الجاب جانكشن، عبارة عن كونكسون بيوصل الخليتين مصنوع من بروتين بيسمح بمرور شيئين، الشيء الاول اللي هو الاكشن بوتنشال والشيء الثاني اللي هو ماده كيميائيه زي الاينز فيسموها جاب جانكشن. ده فقط يحدث لو خليه بتؤثر في خليه مجاوره ليها، فانتقال الكهرباء وانتقال الماده الكيميائيه عشان ما تتبددش في الاكستراسيلولار فلويد فبتعدي بريدج مصنوع من بروتين بنسميه كونكسون وبنسميه الجاب جانكشن. يبقى دي السبع حاجات بتاعت البادي كورنيشن. هذا يا شباب لا يصلح إلا MSQ، والأسئلة فيه معروفة جدا. أهم سؤال، إيه الفرق بين الإندوكراينال والباراكراينال؟ الإندوكراينال هرمون أطلق في الدم إنما الباراكراينال هرمون أطلق في التيشو فلويد. ده السؤال الأول. ثاني سؤال في MSQ إن كل سواء الإندوكراينال باراكراينال أو أوتوكراينال يتميز بأنه general speaking slow، إنما النيرفوس ميكانيزم بيتميز بأنه rapid. النيوروكراينال يبقى ماسكة الاثنين، نيرف إمبلس بيطلع هرمون تبقى intermediate، يبقى ده
سلو ده رابيد وده انترميديت. حاجتين على الجنب اللي هو السيتوكين او الانترلوكين لما نعرف تركيب البيبتايد ونعرف وظيفته، او جاب جانكشن بين الخلايا المتجاوره. دي السبع طرق للتواصل. هننتقل ل some properties of hormones، بعض خصائص الهرمونات. some properties of hormones دي في بعض الجامعات بيهتموا بيها، في البعض الاخر لا، لكن حتى في الجامعات اللي هم ما بيهتموش بيها بالحكايه دي عاوزك تعرفها لسبب مهم قوي، انها تنفع اسئله ام اس كيو غير انها تنفع في الفهم. اولا البروبرتيز اوف هرمونز لو عاوزين نقولها كامله فهي لا تحصى، فعشان كده احنا بنقول سام بروبرتيز اوف هرمونز، وانا وزعتها لكم بطريقه لطيفه. الاول هرمون بيبقى ريليست وبعدين بيشتغل وبعدين بنعمل له ريموفال او ان اكتيفيشن، فرتبتها بنظام بترتيب الاحداث. نبنكسك ريليس نعرف عنه نقطتين، ان الهرمونات بتطلق ان سمول اماونتس، كميات ضئيله جدا، يا اما بالمايكرونز يا اما اقل حتى من المايكرونز. ليه هذا الكلام؟ لان الهرمونات هايلي بيولوجيكالي فيري اكتيف، هاي بيولوجيكال اكتيفيتي، فمش محتاجين منه غير سمول اماونتس. دي تفيدني ايه في الام اس كيو يا شباب؟ ان لو جالي اي هرمون بالميلي جرام او بالجرام يبقى خطأ. الهرمونات عمرها ما بتطلع لا بالميلي جرامات ولا بالجرامات، انما بتطلع بكميات صغيرة جدا، مايكرو جرام او نانو جرام، اصغر من مايكرو جرام. تاني حاجة في ريليس، ان من عظمة الخلق والخالق طبعا انها بتطلع according to body needs، حسب احتياج الجسم، وهنشوف ايه اللي بيخليها بالظبط 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 تطلع قد احتياج الجسم، لا اكثر قليلا ولا اقل قليلا. طلع اللي عاوزينه. بنقول ان الخالق سبحان الله ضد الاسراف والمسرفين، وبيدينا مثال هنا ان برغم ان الهرمونات بتطلع in very very small amounts، مايكروجرام او نانوجرام، قلنا في الام اس كيو ملي جرام او جرام غلط، وتملي بيغلطوك في التمييز ده كمان بالكميه القليله دي according to the body needs. طيب نيجي two properties related to actions، ان الهرمونز الاكشن بتاعه لو بيشتغل على اورجان معين هيبقى specific، على اورجانز كتيره هيبقى الاكشن بتاعه generalized زي الانسولين، انما لو زي السكس هرمون بيشتغل اساسا على السكس اورجان هيبقى specific. في الحالتين مفيش هرمون هيشتغل على خليه الا لو عنده فيها ريسبتور. دي مهمه جدا، ان اول step في المود اوف اكشن اوف اني هرمون هو اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور. تاني خاصيه متعلقه بالاكشن وبرضه تصلح ام اس كيو، ان الهرمون ما بيشتغلش بنفسه، الهرمون اللي بتطلقه الخليه ده احنا بنعتبره فيرست مسجر، الرسول الاول. لما يوصل الخليه مش هو اللي بيعمل العمل، بيؤدي الى تكوين ماده كيميائيه داخل الخليه هي اللي هتقوم بالعمل، هنسميها second messenger. طب ايه اهمية ده في الام اس كيو؟ ان ممكن هرمون يبقى inactivated removed او اتكسر ومع ذلك الاكشن شغال. ليه؟ لان مش هو اللي بيعمل العمل، اللي بيعمل العمل هو الوسيط بتاعه اللي هو second messenger. ففي كل قصة هنحكيها الهرمون دائما ابدا هو الفيرست messenger، لكن يحتاج الى مادة بداخل الخلية تقوم بعمله، هنسميها second messenger، وعليه الاكشن last long after destruction او removal of the hormone. طيب تقل النقطة الثالثة، احب النظام قوي، يبقى اتكلمنا نقطتين في release نقطتين في الاكشنز، نيجي على removal. معظم الهرمونات بتبقى removed يا شباب اساسا بالتارجت اورجنز، يعني بعد ما تشتغل على الاورجن الهدف، تارجت يعني هدف، هو اللي بيعمل لها inactivation. طب ولو في كميات لسه ما حصلهاش inactivation، معظم الهرمونات بتبقى ميتابولايز في الليفر، ودي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، لان لو في بوظان في الليفر تصور في كثير من الهرمونات كميتها بتتزايد ويحصل هايبر فانكشن لانها ما اتكسرتش، فبقى عندي كميات زائده عن الحاجه،
زي هرمون الالدوستيرون بيتكسر في الليفر. لو عندي ليفر ديزيز بيحصل لي هايبر الدوسترونيزم، نوع معين من الهايبر الدوسترونيزم هناخده في اوانيها. والميتابولايتس دي معظمها بينزل في اليورين عن طريق الكدني. خدوا بالك يا اولاد، ده مش البروبرتيز اوف هرمونز، ده سام بروبرتيز اوف هرمونز. البروبرتيز المهمه، لو عاوز اقول كل البروبرتيز يعوزني اكثر من محاضره، لكن انا نقيت لكم البروبرتيز المهمه. حتى لو ما عندكش هذا العنوان في الكوريكولم بتاعك فهو يفيدك جدا في الام اس كيو، انك اتعلمت في ريليس اتعلمت نقطتين، انه بيطلع ان سمول اماونتس عمره ما بيبقى بالملي جرام او بالجرام، تملي بالمايكرو جرام او نانو جرام، وانه بيطلع اكوردنج تو ذا بودي نيدز، كميات قليله وحسب الاحتياج بالظبط. ليه كميات قليله؟ انت عارف تفسير، لانها عندها هاي بيولوجيكال اكتيفيتي. طب الاكشن، تعلمنا ان هو ما يشتغلش غير على الخليه اللي عنده ريسبتور فيها. لو عنده ريسبتور في خلايا معينه في اورجان معين يبقى الاكشن سبيسيفيك، عنده ريسبتور في خلايا كثيره يبقى الاكشن جنرالايزد. والاهم النقطه الثانيه، ان الهرمون فيرست مسنجر لا يعمل بنفسه، وانما له وسيط اللي هو السكند مسنجر، هو اللي بيشتغله، وبالتالي بيقعد الاكشن لونج افتر ذا هرمون از ريموفد اور ان اكتيفيتد. وعلى فكره في كل القصص لازم تبقى حافظ كسؤال ام اس كيو مين هو السكند مسنجر، وده اللي هنقوله باذن الله بعد قليل. نيجي بالنسبه للريموفال، قلنا معظمه بالتارجت اورجنز. طب ولو في شويه زياده في الليفر وعليه، لو الليفر باظ ده بيؤدي الى زياده في الهرمونات اللي بتبقى ميتابولايز في الليفر، فدي نقطه مهمه جدا، ونواتج الميتابولايز دي بتطلع عن طريق الكدني. دي كانت صفحة مهمة في الـ MSQ. ننتقل يا شباب لل الصفحة دي مهمة جدا، بسميها الماب، يعني الخريطة بتاعت الاندوكراينال جلاندز. ف الحقيقة الحكاية دي العبد الله كان مصر في الآيات في كل محاضرة ديها ان انا ابتدي الاندوكراين بشرح الخريطة. لان لو قعدنا ناخد غدة غدة في الاخر الطبيب بيتوه، ايه علاقة الاشياء ببعضها البعض؟ فدي يعني احبك تعرفها كويس قوي، لانها يمكن هي في حد ذاتها صعبة قليلا، لكن هتسهل لك جدا الدراسة في المرحلة اللاحقة. فخليك معايا ونتكلم مع بعض. فنقول آتي إن الاندوكراينال جلاندز ربنا حطهم في مجموعتين، والعبد لا هقول لكم ليه ربنا حطهم في المجموعتين دول، حاجة ما بتتكتبش بوضوح، لكن أنا لأني أعلم أنه وراء الخلق خالق هقول لكم ليه ربنا حطهم في مجموعتين وإيه الفرق بين المجموعتين. المجموعة الأولى بتتميز بأنها under the control of anterior pituitary. الأول كلمة pituitary اللي هي بتتحكم في نص الاندوكراينال جلاندز معناها في اللغة بصقة. ليه؟ لأن هم لقوا البرين لما طلعوا المخ لقوا متدلي منه حتة، ده أنا رسمها كبيرة إنما هي في حقيقة الأمر صغيرة جدا، وزنها جرام كله، حاجة متدلية منه زي البصقة كده مع الاعتذار زي التفة، فسموها pituitary. طبعا لا يليق ان احنا نحط عنوان محاضرة بيتيوتري او البصقة، فغيروا اسمها لاسم لطيف جدا هايبوفيزيس سيريبراي. هايبو يعني تحت، وفيزيس يعني جروث او نمو، سيريبراي يعني مخ. هي قلنا زي البصقة متدلية من المخ، فقالوا نغير الاسم الى نمو تحت المخ، هايبو تحت، فيزيس جروث، سيريبراي يعني مخ. البيتيوتري تنقسم الى قسمين، القسم الاهم دلوقتي اللي هو الانتيرو بيتيوتري اللي بشاور عليه ده بيتحكم في ثلاث غدد مهمه جدا في جسمك، ودي معلومات تقعد حافظها طول الكورس، لان التلاته دول هنعملهم معامله واحده، وفي معلومات كثيره مشتركه الطالب الذكي بيحفظ واحده منهم وبالتالي يستنتج معلومات كثيره عن الاخرتين. فاول غده اللي هي الثيرويد، الغده الدرقيه في مقدمه الرقبه، ثم
الادرينال كورتكس الغده الجار كلويه بس هي بتتكون من قشره مضله اللي تحت تاثير البيتيوتري هو القشره ثم الجونادز اللي هم في الميل التستكل وفي الفيميل الاوفرز يبقى في ثلاث غدد تحت تاثير الانتي بيتيوتري ثايرويد عن طريق ثايرويد ستيميليتنج هرمون الكورتكس عن طريق الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون والجونادز عن طريق الجونادوتروبينز اللي هم هنعرف بعد كده لما نبقى ندرسهم الـ FSH والـ LH يبقى الغدد دول عمرهم ما يشتغلوا غير لو البيتيوتري طلعت لهم ستيميليتنج هرمون ثايرويد ستيميليتنج هرمون للثايرويد ادرينو كورتيكوتروفيك تروفيك معناها مغذي بس طبعا هي ما بتغذاش عليها هي بتعمله ستيميليشن يعني الكلمة مش صحيحة تروفيك في اللغة معناها مغذي هو ما بيغذيش ما بتاكلش الهرمون ده بيعمل لها ستيميليشن تروفيك هرمون وده بيشغل ادرينال كورتكس والجونادوتروبينز بتشغل الجونادز نص الاندوكراينال جلاندز اللي هم التلاتة دول تحت تأثير الانتيرو بيتيوتري عن طريق الاستيميليتنج هرمون الانتيرو بيتيوتري عشان تطلع الاستيميليتنج هرمون بتأتمر بدورها بالنيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس اهو الهايبوثالامس اللي فوق ده وده سؤال شافه مهم جدا مين الجزء من النيرفس سيستم اللي بيتحكم في الماستر جلاند الغده الاساسيه البيتيوتري وبالتالي في نص الاندوكراين جلاند الاجابه بمنتهى البساطه هو الهايبوثالامس طب كيف يتحكم الاجابه عشان الانتيرو بيتيوتري تطلع الاستيميليتنج هرمونز الهايبوثالامس لازم تطلع لها ريليسينج اور انهيبيتنج هرمونز هرمون يطلعه الاستيميليتنج هرمون او يوقفوا الاستيميليتنج هرمون يبقى ريليسينج اور انهيبيتنج هرمونز طب ازاي هيصل الهرمونات دي من الهايبوثالامس الى البيتيوتري قلنا الهرمون لابد ان يطلق في الدم فبيطلق في كابيلاريز بتوصل الهايبوثالامس بالانتيبيوتري فيبقى يسموها هايبوثالامو احنا قلنا البيتيوتري مش هنسميها بيتيوتري هنسميها هايبوفيز سيريبراي حتى الكلمه تبقى طويله فشالوا كلمة سيربراي وبقينا نستخدم كلمة هايبوفيز وإن كان لها معنى لها نمو تحت بس إحنا فاهمين في بطن القارئ إنها نمو تحت البرين بس إن الأمريكان ما بيحبوش يطولوا فاختصروا الاسم من هايبوفيز سيربراي نمو تحت المخ إلى هايبوفيز فالنيرفس الفاسكولار كونكشن آسف اللي بيوصل هايبوثالامس بالهايبوفيزيس اسمه هايبوثالامو هايبوفيزيال portal circulation يبقى جاي من الهايبوثالامس يبقى هايبوثالامو رايح للهايبوفيزيس يبقى هايبوفيزيال portal circulation انا بقولها بطريقه سهله اعتبر الهايبوثالامس هي رئيس مجلس الاداره يشغل مدير العام اللي هو الانتيرو بيتيوتري يشغل ثلاث موظفين اللي هم الثيرايد والادرينال كورتكس والجونادز يبقى القصه تبتدي الهايبوثالامس يطلع ريليسينج اور انهيبيتنج هرمونز فالبيتيوتري تطلع الاستيميليتنج هرمونز فتشغل الثلاث غدد دول فيبقى الثلاث غدد دول تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري اللي سميناها هايبوفيزيس وبدورهم تحت تاثير النيرفس سيستم ويتش بارت اللي هو الهايبوثالامس عن طريق ما يعرف بالهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن دي المجموعه الاولى يا شباب نيجي المجموعة الثانية اهي المجموعة الثانية هقولها حتى في مقابلة تسهل الحفظ والاستيعاب اذا كان هنا عندي الثيرويد فهنا عندي الباراثيرويد الغدة الجاردة الرقية هناك كان عندي الادرينال كورتكس هنا عندي الادرينال ميدال كده خلصت المقابله ثايرويد يقابلها الباراثايرويد كورتكس يقابله المدله جونادز يقابلها البنكرياس المجموعه دي مش تحت تاثير لا انتيرو بيتيوتري ولا بوستيرو بيتيوتري وعليه معظمها مش تحت تاثير الهايبوثالامس طب ايه اللي يتحكم فيها الاجابه سهله جدا الـ own functions الوظيفة بمعنى
الباراثيرويد الغدة الجاردة رقية بتطلع هرمون اسمه باراثورمون، وظيفته الوحيدة انه يزود الكالسيوم. يبقى فكر معايا ايه اهم ستيمولس يطلع الباراثورمون اللي بيزود الكالسيوم في الدم؟ نقص الكالسيوم. يبقى اول ما ينقص الكالسيوم في الدم يأثر على الباراثيرويد جلاند طلع باراثورمون، يبقى بتأثر بوظيفته. مثال اخر، بنكرياس بيطلع الانسولين، هرمون الانسولين، وقلت ان انسولين ده جاي منين؟ اي ان يعني بروتين، انسولا يعني جزيره، لان هو طالع من جزر لانجرهانس في البنكرياس، ده اصل الاسم اللي هو انسولين، يعني البروتين اللي طالع من الجزر. اي ان يعني بروتين، هو مش بروتين طبعا، هنعرف لاحقا ان هو بوليبيبتايد، يعني زي البروتين، جزء اصغر شويه من البروتين، طالع من الانسولا، انسولا يعني الجزيره اللي هو جزر لانجرهانس. ده وظيفته الاساسيه ان هو ينقص الجلوكوز في الدم. يبقى امتى يطلع يا شباب؟ فكر فيها، الانسولين وظيفته الاساسيه ينقص السكر في الدم، يبقى يطلع لما السكر يزيد. اما الادرينال ميدالا فاخدناها مع الاوتونوميك نيرفس سيستم بتطلع الادرينالين في حاله الامرجنسي، الفايت او فايت، ولازم يطلع بسرعه. هنا بقى تاملات جميله خاصه بينا، وركز معايا عشان نفكر. انا سالت روحي سؤال مره، هو ليه ربنا سبحان الله حط الاندوكراينال جلاندز في مجموعتين؟ نفكر مع بعض، مجموعه تحت تاثير الانتيرو بيتوتري، وبالتالي تحت تاثير الهايبوثالامس، يعني ما تشتغلش غير لما البيتوتري تبعت لها استيميتنج هرمون، والبيتوتري مش هتبعت لها استيميتنج هرمون غير لو الهايبوثالامس النيرفس سيستم بعت لها ريليسنج هرمون، ولو مش عاوز يطلع يبعت لها انهيبيتنج هرمون. تخلص من ذلك، فكر معايا كده بهدوء، يبقى الكنترول بتاعها سلو ولا رابيد؟ غده مش هتشتغل غير لما البيتيوتري تأمرها، والبيتيوتري مش هتشتغل غير لما الهايبوثالامس تأمرها، يبقى 100% الاكشن سلو. بينما في الناحيه الاخرى المجموعه اللي هي بتاعه الباراثايرويد والادرينال ميدالا والبنكرياس بتتاثر بوظيفتها، يعني اقولها كده بتعبير بسيط، صد رده، نقص الكالسيوم يطلع الباراثورمون يزود الكالسيوم، زاد الجلوكوز يطلع الانسولين ينقص الجلوكوز. يبقى بماذا تتميز يا شباب؟ بانها رابيد اكشن. فدي اول فكره جت في دماغي، لماذا قسم الله سبحان الله الغدد الى مجموعتين؟ كانت هذه الاجابه، مجموعه الكنترول بتاعها بطيء، ومجموعه الكنترول بتاعها سريع. وتعالى نقولها في مقابله، هنا ثيرويد، هنا باراثيرويد بطيئه سريعه، هنا ادرينال كورتكس بطيئه يقابلها ادرينال ميدالا سريعه، جونادز بطيئه يقابلها بنكرياس سريع. يبقى ثيرويد، قول معايا باراثيرويد، انا اقول واحده انت تقول واحده، ثيرويد يقابلها باراثيرويد، ادرينال كورتكس يقابلها ادرينال ميدالا، جونادز يقابلها بنكرياس. المجموعه دي بطيئه، وانت فهمت مبعث البطء، ان دي عشان تشتغل لازم البيتيوتري على وجه التحديد الانتيبيتيوتري تبعت لها ستيميليتنج هرمون، وعشان البيتيوتري تبعت لها ستيميليتنج هرمون لازم النيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس يبعت لها ريليسنج هرمون. يبقى واضح الموضوع هياخد وقت. بينما الثانيه بقى قلنا صد رده، كنترول باي ذير اون فانكشن، باراثورمون يزود الكالسيوم يبقى يطلع، ما الكالسيوم يقل، الانسولين ينقص الجلوكوز يبقى يطلع، ما الجلوكوز يزيد. فدي خدتني لفكره اخرى هقولها بقى مسبقا، ان احنا هنقسم الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز الى مجموعتين. في هرمونات هتشتغل ببطء سلولي، ليه؟ لانه هقول جمله جميله دلوقتي سابقه لوضعها شوية، كيف تعمل الهرمونات؟ جملة حفظتها لعجيال، الهرمونات تعمل من خلال البروتينات، حتى بعربياتنا فيها سجع، الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. وبماذا نقصد بالبروتينات؟ انزيم في الأغلب، والانزيمز are protein، أو في الأقل channels، والchannels are protein. لأن الناس اللي مش فاكرة الاكتف بارت في جسمنا كله
ما هوش الكربوهيدرات، ما هوش الليبيد والبروتين. The more the cell or the cell membrane is active, the more its protein content. يعني النشاط مرتبط بالبروتين، فالهرمونات تعمل من خلال بروتينات. اللي هي مين؟ يا انزيمز في الأغلب، يا في الأقل تشانلز. طب في طريقتين. في انزيم بتعمل بروتين ثانسس، يعني تستثير الخلية انها تكون بروتين ثانسس، وبالتالي هتبقى سلو لان الثانسس هياخد وقت. بينما في هرمونات البروتينات اللي اوريدي موجودة، انزيم موجود هتنشطه، تخليه اكثر نشاطا او اقل نشاطا، بس هو موجود مش هنكونه. شانل موجودة هتفتحها او تقفلها، فهيبقى ده رابيد اكشن. يبقى الهرمونات تنقسم حسب المود اوف اكشن الى نوعين، نوع بيشتغل عن طريق الثنسز والثنسز هياخد وقت يبقى سلو، ونوع هيشتغل عن طريق الاكتيفيشن تغيير النشاط، اوريدي الحاجه موجوده وهيغير نشاطها تبقى رابيد اكشن. من هنا خرجنا بجمله اعتقد انها بتغيب عن كثير مش من الاطباء، من الطلبه، من الاطباء والزملاء وورد وايد. انت دلوقتي هتبقى فاهمها كويس جدا، والاجابه تؤكد انه وراء الخلق خالق. تفتكر انهي مجموعه من الهرمونات هي اللي هتبقى بطيئه وانهي مجموعه اللي هتبقى سريعه؟ المجموعه اللي الكنترول بتاعها اهي، الكنترول بتاعها بطيء لانها تحت البيتيوتري ومن ثم الهايبوثالاموس، هي اللي الاكشن بتاعها بطيء سلو. بينما المجموعة اللي الكنترول بتاعها سريع لأنها كنترول باي ذير اون اكشن، هي المجموعة اللي سريعة وهتشتغل عن طريق البروتين اكتيفيشن. ادي التأمل العميق في لماذا قسم الله الاندوكراينال جلانز الى مجموعتين، مجموعة بتشمل الثيرويد والادرينال كورتكس اللي واضحة قصادك في الصورة والجونادز، وتتميز ببطء الكنترول وبطء الاكشن المود اوف اكشن، ومجموعه بتشمل باراثايرويد والادرينال مدله والبنكرياس وتتميز بسرعه الكنترول وسرعه الاكشن لانها بتاثر في الاكتيفيتي اوف بروتين اوريدي موجود ولا تخلق بروتين كما المجموعه الاخرى. اعتقد ان هو ده الاجابه الصحيحه في مفهوم العبد الله، واللي هي أحب تبقى عندكم وإن كانت تغيب عن الكثيرين، لماذا قسم الخالق الهرمونات إلى مجموعتين. يبقى نقولها تاني، مجموعة تتميز بالبطء في الكنترول